يا شباب انا اليوم جاي ايوه واقدم مكان عم سهيمان. لا مالك لا 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 الا دي الا هذه نستحمل معنا في الفريق نمشيها تخسرنا نمشيها جبنا سهيمان. لا 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 عم سهيمان هذا رفع ضغطي. لا 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 هذا عم سهيمان جاب لي الجلطة. نيو انت الجلطة. نيو نيو بين نيو الا يس نيو يس نيو. دقيقة دقيقة كيف جابك الجلطة؟ يس نيو الا نيو. فاليوم حكم اني انا المقدم وانا عمكم سهيمان وشوية اكون اني انا النشبة عم سهيمان اليوم راح افوزكم. اقول بقدم بلاك عم سهيمان اليوم راح اعطيكم الاسئلة اليوم راح اخليكم تصيرون مبدعين. جاك 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 الموج جاك الموج جاك الموج. احنا فريق قوي. لا 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 صدقني انت افضل من عم سهيمان. انا افضل صح؟ انت احسن صح؟ اي عم سهيمان مو كويس ما يعرف يقدم ولا عارف شيء. يا شباب يا شباب كيف حالكم؟ ايش تسوين؟ نسمع نسمع عم سهيمان ما عنده سالفه صح؟ ما عنده سالفه. هل انت متاكد؟ انت احسن منه صح؟ انا ايه ابى اقول نشبة انت كفو صح؟ ايوه اعطيه استاهل استاهل ايوه حرة 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 انا الحين هالحين الرجال اللي قاعد امدحك عند ابوك واقول لك انك انسان بديت تعتدل وبديت تفكر صح تتكلم علي؟ يا عم سهيمان انا جالس امدحك تسمع كلام هذولي؟ جالس تسمع كلام هذولي؟ ما سمعت هذولي اللي مع احترامي لهم فاشلين. ايوه خفك يا عمي انا اعلمك ليش فاشلين. عم سهيمان امس ما قبل امس ما سبتوا كلامك صحيح على حقيقته النشبه اللي خرب علينا. عم سهيمان كلامه صحيح هي. انتم فشله يا اخي من موجود مع هذا الفريق ما يفوز. ايه وانه ما فاز. ما يفوز. هو ما فاز. انك معهم. ليه؟ انك وجه نكبه. انت ما شفت شيء. ما هم جيت معهم وخسرتهم. لا ما خسرتهم. المسكين ايش ذنبه المسكين؟ متكشخ وخاسر خسر فرصه. والله يا فيصل اللي امس ما رقدت الليل قاعد اهوجس. اسري مع ذكرياتي وهجوسي المضمحله اذكر فيك. الله 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 اكبر عليك. المسكين فيصل تهوى قال بسم الله ما امداه تروح عليه فرصه. يا عم سهيمان الزيتونه ذا احنا ما نبغاه السوسه مو زيتونه والله شوف يا جماعه والله